مساء الخير أصدقائي الأعزاء، ألتقيكم مرة أخرى ضمن حلقات خليك بالبيت وعزف جيتار. اليوم راح نقدم لكم أغنية سبق أن قدمتها مسجلها موجودة على اليوتيوب، لكن بصراحة أصدقاء طلبوا التاب والكوردات، حضرت لكم إياها التاب والكوردات. الأغنية جميلة وانتشرت بالأوساط الفنية وغنوها الكثير. اسم الأغنية دروب السفر أو صغيرة كنت وانت صغيرون. قبل ما نقدم لكم التاب والكوردات راح أبين لكم حركة الإيد اليمنى كيف تعزف الريتم. أوكي، جيب جيتارك وقعد أمامي وطبق الحركة ببطء. راح أتحرك ببطء، أحرك الحركة إلى أن تتقنها، بعدين نشغل الأغنية وتقدر تعزف مع الأغنية. إذن حركة الإيد اليمنى أو خلينا نقول الردم راح يكون بالشكل التالي. أوكي، الحركة البطيئة راح تكون ضربة من فوق، ضربتين من تحت، ضربة من فوق، ضربة من تحت. كورد الدو ماينر اللي ناشرها فوق الصورة، بصراحة هذا موجود من ضمن الابليكيشن، نشرتها الدو ماينر، لكن اللي راح نستخدمه انت تستخدم هذا الكورد اللي هو الدو ماينر. صول دو مي بيمول صول. الكورد الثاني راح يكون فا ماينر. الكورد الثالث راح يكون سول ميجر. اما تمسك هذا الكورد او ممكن تمسكه بهذا الشكل، والكورد الاخر هو سول دييز او لا بيمول، مذكور يمك لا بيمول. ننتقل الى التاب وحاول تعزف الاغنية اول مرة السولو حسب ما مكتوب بالتاب. بعد ما تضبط السولو تعزف الكوردات. ذكرت الكوردات ايضا مسجل لكم اياها فوق النوتات.
مرة أخرى للاشتراك بقناتنا. المشتركين خلال هذه الأيام عندي ازدادوا الحمد لله وشكر، وأنا بصراحة أشكركم جدا. سويتوا لي وهس، يعني قبل كنت أقدم لكم التاب واحدة، هسه ضفت لكم التاب وضفت لكم عليه الريذم الكوردات وضفت لكم عليه إيقاع، لأنه شفت أكو إقبال على القناة، أكو تشجيع من طرفكم، فتشجعت دا أقدم لكم الأفضل. استمروا، اضغط السبسكرايب وفعل زر الجرس، هذا كل اللي اريدها منك، ما اريد منك شيء اكثر. اوكي، يلا باي باي.